بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. مشاكل نقص الكالسيوم على النبات. عنصر الكالسيوم من أهم العناصر لنجاح المحصول اللي موجود عند حضرتك. اتكلمنا قبل كده يا جماعة عن عنصر الكالسيوم في حلقات كتيرة جدا وحلقات عديدة، وقلنا إن عنصر الكالسيوم هو الهيكل العظمي للنبات، وعنصر الكالسيوم له الدور الأساسي في تكوين الجدر الخلوية. يعني بالبلد كده يا جماعة أساسي عندك عنصر الكالسيوم عشان يديك ساق قوية لأي نوع من أنواع النبات يا جماعة، سواء كانت نباتات طبية وعطرية، محاصيل حقلية، عندك أشجار فاكهة، أي نوع من أنواع النبات يا جماعة أساسي عندك عنصر الكالسيوم. لازم تمد النبات بعنصر الكالسيوم سواء كان تسميد أرضي أو رشا على الأوراق. نقص عنصر الكالسيوم يا جماعة ممكن يؤدي إلى حدوث ظواهر خطيرة وظواهر تعمل مشاكل كبيرة على النبات. عندك مثلا في نبات القمح، نقص عنصر الكالسيوم ممكن يؤدي الى رقاد نبات القمح. نقص عنصر الكالسيوم في البطاطس يا جماعه ممكن يؤدي الى العفن البني في نبات البطاطس. نقص عنصر الكالسيوم في البطاطس ممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. نقص عنصر الكالسيوم يا جماعه في البنجر مثلا ممكن يؤدي الى ظاهره خطيره جدا وهي القلب الاجوف في البنجر. نقص عنصر الكالسيوم يا جماعه يؤدي الى ظاهره خطيره جدا تسمى عفن الطرف الزهري، اللي هو البروسم اند روت، موجوده في الطماطم، موجوده في الفلفل، موجوده في الخيار، موجوده في العديد من انواع الخضروات يا جماعه، وهي عفن الطرف الزهري، وبرده في بعض نباتات او بعض اشجار الفاكهه. نقص عنصر الكالسيوم ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا. نقص عنصر الكالسيوم يا جماعه ممكن يؤدي الى تساقط الازهار وعدم عقد الثمار. يعني لو حضرتك عندك تساقط الازهار بشكل كبير جدا تعرف ان عند حضرتك نقص عنصر الكالسيوم. لو عندك عدم عقد يا جماعه يبقى عندك نقص عنصر الكالسيوم. نقص عنصر الكالسيوم يا جماعه ممكن يؤدي برضو الى ظاهره خطيره جدا في العنب مثلا تسمى البلاك ستيم. في يبقى نقص عنصر الكالسيوم يا جماعه يؤدي الى مشاكل عديده جدا على جميع انواع النباتات، لانه له دور مهم جدا في العديد من العمليات الحيويه اللي بتحصل داخل النبات اللي موجود عند حضرتك. فمحدش يقول لك ان عنصر الكالسيوم مش مهم للنبات الفلاني او عنصر الكالسيوم له تاثيرات سلبيه على النبات الفلاني. يبقى الاساس عندنا يا جماعه ان اقل حاجه ترش عنصر الكالسيوم على النبات اللي موجود عندك من مرتين الى ثلاث مرات. ولو انت بتشتغل يا جماعه بنظام الري بالتنقيط بيبقى عنصر الكالسيوم او نترات الكالسيوم بشكل عام بتبقى اساسي عندك في برنامج التسميد مره كل 15 يوم او كل 10 ايام على حسب نوع النبات اللي حضرتك زرعه. يعني عنصر نبات الفلفل مثلا يا جماعه من النباتات الحساسه جدا لنقص عنصر الكالسيوم. عندك الكوسه من النباتات الحساسه جدا لنقص عنصر الكالسيوم. عندك الخيار من النباتات الحساسة جدا لنقص عنصر الكالسيوم، ده بالنسبة للخضروات. عندك العنب يا جماعة من النباتات الحساسة جدا لنقص عنصر الكالسيوم. عندك يا جماعة الخوخ والمشمش برضو من النباتات الحساسة جدا او من الاشجار الحساسة جدا لنقص عنصر الكالسيوم. فعنصر الكالسيوم يا جماعة من العناصر الهامة جدا والضرورية جدا عشان تنجح بالمحصول بتاعك وتاخد جودة عالية من الثمار اللي موجودة عند حضرتك، لانه دور له دور اساسي يا جماعة في صلاة الثمار وفي جوده الثمره. كمان عنصر الكالسيوم يا جماعه له دور مهم جدا في عمليه التلقيح والاخصاب. عنصر الكالسيوم يا جماعه من العناصر الهامه والضروريه لنجاح المحصول اللي موجود عند حضرتك، اوعى تهمله. وتستخدم عنصر الكالسيوم يا جماعه بالمعدلات الموصى بيها، يعني انت لو هتجيب الكالسيوم في صوره سائله هتستخدمه معدل 2 سم لكل لتر ميه وما تزودش عن كده. يعني لو جبت مثلا في تريليون كالسيوم بتاع ساند فالي، لو جبت مثلا ميكروكات كالسيوم بورون بتاعت شركة شورا، لو جبت مثلا اللي هو الديفندر كالسيوم، لو جبت الكالبورو، كل دول يا جماعه ممكن تستخدمهم بمعدل 2 سم لكل لتر ميه او حد اقصى يا جماعه 2.5 سم لكل لتر ميه. واتكلمنا قبل كده يا جماعه عن طريقه رش الكالسيوم بالطريقه الصحيحه لو انت هتستخدمه رشا على الاوراق، واتكلمنا عن تسميد الكالسيوم بالطريقه الصحيحه لو انت هتستخدمه حقنا في التربه. لو حضرتك عندك اي نوع من انواع النباتات او الاشجار وزارع بنظام الري بالتنقيط هتستخدم زي ما قلت لك مره نترات كالسيوم كل 10 الى 15 يوم على حسب برنامج التسميد اللي المهندس حاطه لك. ويفضل في اليوم بتاع تسميد عنصر الكالسيوم ده يا جماعه انك انت تستخدم معاه يا اما بوركس او نص كيلو بوركس للفدان، او انك انت تستخدم من 2 ل 3 لتر حامض نيتريك مع نترات الكالسيوم. والطريقه الصحيحه للتسميد في اليوم ده يا جماعه لو انت هتستخدم حامض نيتريك مع نترات الكالسيوم ما تخلطهمش مع بعض. يعني ايه ما تخلطهمش مع بعض؟ يعني هتحط في البدايه حامض النيتريك 3 لتر حامض نيتريك
وتبدا تسحبهم في السماده، وبعد كده تسحب بعد كده نطرات الكالسيوم وراها على طول. دي الاليه اللي انت هتشتغل بيها في اليوم بتاع نطرات الكالسيوم. كمان يا جماعه نقطه مهمه جدا، لو مهندس حاطط لك او متخصص حاطط لك برنامج التسميد، مهم قوي ان اليوم اللي قبل نطرات الكالسيوم يكون ميه بيضه، واليوم اللي بعد نطرات الكالسيوم يكون ميه بيضه. يبقى برنامج التسميد الصحيح بتاعك يا جماعة عشان تشتغل بشكل مظبوط وما يحصلش عندك اي مشاكل، ما تستخدمش في اليوم اللي قبل الكالسيوم تسميد، ولا تستخدم في اليوم اللي بعد الكالسيوم تسميد. ممكن تستخدم في اليوم اللي قبل الكالسيوم، ممكن تستخدم مثلا هيومك، او ممكن تستخدم طارد ملوحة. غير كده لا، يعني ما تحطليش حامض فوسفوريك في اليوم اللي قبل الكالسيوم، ولا تحطلي مثلا اي نوع سلفات نشادر او سلفات بوتاسيوم او اي نوع من انواع الاسمدة الاحادية في اليوم اللي قبل الكالسيوم مباشرة، وفي اليوم اللي بعد الكالسيوم نفس الحكايه. يبقى الاس عندك يا جماعه لو انت هتشتغل تسميد كالسيوم، يبقى هتشتغل في اليوم اللي قبل الكالسيوم ميه بيضه، وتسمد الكالسيوم في اليوم، وبعد الكالسيوم هيبقى يوم ميه بيضه لو انت ماشي بنظام الري بالتنقيط. طب لو حضرتك هتشتغل بنظام الري بالغمر، يفضل انك انت تستخدم نطرات الكالسيوم في صوره محلول على اي نوع من انواع النباتات. يعني ايه في صوره محلول؟ يعني حضرتك هتجيب نطرات الكالسيوم وهتبدا تدوب في برميل وتبدا تسحبها على الحوال بتاع مياه الري اللي هتروا بيه النبات اللي موجود عند حضرتك، والكميات بتختلف على حسب المرحلة العمرية بتاعت النبات اللي موجود عند حضرتك. طيب حضرتك مش قادر انك انت تحط الكميات دي مع مياه الري، يبقى تركز قوي وهتزود لي الرشاط بتاعت الكالسيوم. يعني لو مش هتسمد كالسيوم مع مياه الري، يبقى تحط في اعتبارك ان اقل حاجة النبات اللي موجود عندك ياخد له من رشتين الى ثلاث رشات كالسيوم بورون. ومحدش يقول لك يا جماعة ان كالسيوم البورون ده بيترش في الاخر عشان يصفي مش عارف ايه، والكلام ده كلام فاضي، والكلام ده كلام خاطئ، وهيأثر لك على الانتاجية بشكل كبير جدا. عنصر الكالسيوم عنصر اساسي وضروري معاك من بداية الزراعة وحتى الحصاد. عنصر الكالسيوم من العناصر الهامة جدا للعديد من العمليات الحيوية اللي بتحصل داخل النبات. عنصر الكالسيوم هو الهيكل العظمي بتاع النبات اللي موجود عندك. عنصر الكالسيوم هيعملك ساق قوية. عنصر الكالسيوم هيديك استطالة للنبات اللي موجود عندك. نقص عنصر الكالسيوم زي ما قلت لك هيعمل لك تقزم للنبات، هيعمل لك انكماش للاوراق في قمه النبات، هيعمل لك ظاهره خطيره جدا على نبات القمح اللي هي الرقاق، هيؤدي الى تشقق درنات البطاطس، هيؤدي الى القلب الاجوف في البنجر، هيؤدي الى تساقط الازهار. لو حضرتك بتزرع نباتات مزهره، لو حضرتك مثلا عندك بتنجان، عندك فلفل، عندك خيار، هيؤدي الى مشاكل عديده جدا يا جماعه في العديد من انواع النباتات. لو انت عندك عنب، لو انت عندك برتقان، لو انت عندك ليمون، لو انت عندك مشمش، لو انت عندك خوخ، لو انت عندك برقوق، اي نوع من انواع الاشجار او اي نوع من انواع النباتات يا جماعه اللي بيبقى فيها مرحله تزهير، عنصر الكالسيوم ضروري ليها جدا جدا. وجوده او عدم وجوده ممكن يؤدي الى تساقط الازهار بشكل كبير، ويؤدي الى فشل العقد بشكل كبير جدا. فمحدش يقول لك يا جماعه ما ترشش الكالسيوم الا في النهايه او في مرحله النضج. هنا يا جماعه انت بتشتغل غلط. يبقى عنصر الكالسيوم من العناصر الهامه والضروريه لنجاح المحصول بتاع حضرتك. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا حضراتكم، تحياتي.